ما بيخافش. انت غلط وتصرفك غلط. امسك القانون، امسك القانون، امسك ايدي. ايوه ده ما تمسكش كده عشان عيب. القانون يا دكتور، امسك القانون يا دكتور. عيب على مشكلة في البلد، عيب على حركات البلد. بقول لكم يا عيال، غير القانون محدش يمشي، بيني وبينك قانون يا فندم. اللي بيني وبينك قانون. لا يا راجل حرام عليك. يوم واقفه يا كفره، انت كل يوم تعمل لنا واقفه. انت مش بتخلي في الدين. نفسه بقى يا جدع، انت حرام عليك يا عم. انت عم مفيش بطاطا يا ابني. يا ابني يا حبيبي ابعد. ده يا عم فارك انا خليك تهد. ساعتي يا عم اللي انت عايز تبقى من الكلام ده كله. يا عم فارق اتهد. يلا يا عم ارجع ورا. انت عايز اهد. انا بقى بقول انت بتعاندني عشان تهد يا فارق. يلا يا عم وانت بتشغل وانت شغالها قانون ولا بلطجه؟ لا قانون بس. وقت القانون يلا ماشي. اقفل ده في رجلك القانون يا باشا. يلا يا ورا ورا واقف هناك حالا. يلا يا باشا. جاي لك يا ست الليل وهعرضه على الوش يا باشا. هعرضه على الدنيا. ما تستفزنيش. انت جاي في الغلط. انت جاي في الغلط ومش اول مره. انت اللي غلطان. الناس تبقى ترجعلي. انت اللي غلطان. كفر الناس. جاي تعالى. هرتك وانت تعالى. استكفيت من الكلام. انت غلط. انت غلط. انت غلط. انت غلط. غلط كده. غلط غلط. يا اول دوله. يا اول دوله. يا باشا ما اقول لك فرصه. اه ده وليه خالص جاي نفس الصراحه. انت ايه ولا مش انت؟ يا باشا لو ملكيه خاصه دلوقتي بتتبني عليها هتعمل ايه يا باشا؟ هتزلها ولا قرارك؟ هتزلها ولا قرار الانسان؟ لو صوت بيتعمل دلوقتي هتعمل ايه؟ يا باشا طلع قرار الإدارة. يلا عشان يلا طلع قرار الإدارة. مش الإدارة قانون أهو. اللجنة السياسية أبويا هزيل. لا مش يا أخويا. مش أرضه. على أرض. الكلام ده في أرض. أنت ما تقولش إن أرض. أنت ما تقول أنت ساعد الصف ساعتها. وأنا بص سنة. يلا يا ابني. نايمة. اسمع الكلام ماليش دخل. ما حدش يخش يا ابني. ما تفتحش. يعني يا جدعان انتوا احنا بتقولوا انتوا بتقولوا والنبي الاسعاف يا جدعان.
مش عارف تشيله واحنا هنا بس ده فاهم موجودين يعني لسه معمول لك محضر في الترسان عاوز محضر هنا كمان يا عم اوعى يا عم بقى يا عم حق مين انت مش على حق انت مش على حق والله انت كده بتبعد عنه هي كده رجوله يعني ارجوله ارجوله والله كده انت عملت غلط شايف كده اه طب خليك على كده مش بمزاجك يا عم ولا مزاجك بس ده القانون مش مزاجك طب قانون يا عم انا بقول لك هات ورق معاك حاجه جاي بطاقه معاك رسميه وزير ومعاه هو ورقه جبت منه مصالحه ليه يلا بنعمل من اي حد مصالحه لا يا حبيبي لما ارضى قبلك ده ولا تقبل على مصالحه قدموا انا اقول لك اه اقول لك هو اخذ نموذج 10 هو معانا نموذج 10 عشان هو معاه صلحه اسمها جديه الطلبه بس عملت ايه ولا يهمك